السلام حبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده. اول شيء غنقول لكم مبارك عواشركم، مبارك هاد الايام ان شاء الله تدخل عليكم هاد العواشر هادي بالصحه والسلامه وبطول العمر يا ربي. وكما كنقولوا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقد ولا مفقود ان شاء الله جميع المسلمين ان شاء الله، وتكونوا فرحانين في حياتكم وتكونوا وتتمنوا اي حاجه في حياتكم ان شاء الله ينويها لكم ربي. ثاني حاجه غنقول شكرا بزاف للمشتركات ديالي اللي دخلوا مؤخرا على الكلام ديالكم الرائع، حتى انا كنموت عليكم. كما كنقولوا القناه تاعتي ما كتسوى والو بلا بكم، يعني ربي يخليكم ليا ويخليكم ديما فوق راسي. الوصفه تاع اليوم عباره عن وصفه للجسم خاصه بالجسم، كتصفي لكم الجسم ديالكم، كتعطيكم واحد النظره جد رائعه. الكلام في كلام عليها قليل بزاف بزاف بزاف، ما غاديش نفوي لها الحق ديالها لانها جد رائعه وبدون حنة. كانوا قالوا لي شي بنات عملي لنا شي وصفه تكون بدون حنة، وبدون حنة هاد الوصفه ان شاء الله. ولكن نطلب من الناس لاول مره كيشوفوا القناه ديالي ما يبخلوش عليا بالاشتراك ديالهم، اكيد لان عجبتهم القناه تاعتي ودخلت لهم القلب ديالهم، ما يبخلوش عليا بالاشتراك ديالهم والانضمام ديالهم اللي غيفرحني وغادي يزيدني واحد الطاقه باش نزيد نعطي اكثر. بالاشتراك او ابوني والضغط على الجرس، كل واحد مربع صغير مرسوم فيه جرس ممكن انكم تضغطوا عليه فضل منكم بالتوصل كل جديد فيديوهات تاعي. جزاكم الله كل خير ونبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. المكونات عباره سهله، اول حاجه انها سهله وفي المتناول ديالكم، موجوده في كل منزل. اول شيء هو الكركم، كل شيء كيعرف المنافع ديال الكركم في تبييض البشره، يعني يعني ما شاء الله الهنود معروفين بالبشره ديالتهم نقيه، يعني عندهم واحد الجمال سبحان الله، ومن خلال الجمال ديالهم اكثر الوصفات ديالهم وهو الكركم. انا كيعجبني وصفات كثيره بالكركم، يعني ابسط الامور انني ممكن أن نخلطه بماء وبرد ونعمله على البشره ديالتي لانه جد رائع البنات للبشره، كتعطي واحد النظره اللي هي جد رائعه. عندي الحلبه، لا غنى عن الحلبه، كل شيء كيعرف المنافع ديالها. وعندي هنا الحمص، كل شيء هنا هادو مطقوقين. عندي هنا الحمص، عندي عصير الليمون او السيترون كما كنقولوا، او الحامض كما كنقولوا احنا باللهجه ديالتنا الحامض. اخر مكون ما هو الغسول المغربي، الغسول ديالنا الطبيعي العادي ديالنا. والناس اللي ما عندهمش الغسول، دابا الغسول في كل بلاصه كاين موجود في الاسواق، ولا ما عندكمش الغسول ممكن استبدال الغسول بالحنة، اما الغسول اما الحنة. المهم اللي عندكم الغسول ممكن استعمال غسول، ولا ما عندكمش الغسول ممكن الاستبدال ديالو بالحنه. نبداو على بركه الله، غناخذوا الاناء اللي هو يكون شويه كبير لاننا غادي نعملوا ان شاء الله الجسم ديالنا. غادي ناخذوا هذا الاناء هذا وناخذوا واحد الملعقه اللي هي تكون خشبيه او بلاستيكيه، وغادي نبداو على بركه الله. اول شيء البنات غنعملوه هو الغسول. بسم الله على بركة الله، غناخدو واحد الكمية اللي غادي تصلح لنا في الجسم ديالنا على هذا الشكل. غادي هذه الكمية اللي انا وضعت، غادي نوضع معاها كمية من الماء الساخن. على هذا الشكل غطيته بالماء الساخن كما كتشوفوا انه غطيته. غنخليه واحد المده تقريبا يعني 3 دقائق او 2 دقائق على حسب، غير باش يرطب لنا. هو ديجا بدا كيرطب، هو انا بدا كيرطب على هذا الشكل. يتحيد منه هذيك الماء ونرجع لكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. هنا كما كتشوفوا ان الغسول ديالنا ولا على هذا الشكل، هذا هو القوام اللي ولا فيه. نتوما تعملوا الغسول الكميه اللي تحبوا، المهم هذا هو القوام اللي محتاجينه. غادي ناخذ دابا واحد ملعقه من الكركم، تقريبا هذا القدر هذا، وغادي نزيد معاه ملعقه من الحمص
على هذا الشكل. غنزيد واحد نص ملعقه تقريبا، هنا عملت ملعقه ونصف، وغادي ندير واحد ملعقه ديال الحلبه على هذا الشكل. وبالنسبه للليمون ممكن استعماله وممكن الاستغناء عليه، ولكن انا بالنسبه لي غادي نعملو، غنعمل تقريبا واحد 3 معالق صغار، وغادي نخلط هاد المكونات ديالي على هذا الشكل. هنا ممكن اننا نضيفو الماء الى جاكم القوام قال، ممكن انكم تضيفوا الماء البارد غادي نعجنوه كما كنعجنوا الحنه عادي. على هذا الشكل حتى يكون القوام ديالو قوام ممكن اننا نعملوه في البشره ديالنا. ممكن انكم تعملوا واحد الكميه اللي كبيره وتمشيو نتوما وخواتاتكم والعائله ديالكم والامهات ديالكم وتعملوها في الحمام، كتكون جد رائعه. ديك الطريقه انك تعمليها مع خواتاتك ولا حباباتك ولا صحاباتك، تعملي هذه الوصفه مع بعضياتكم. المهم هذه هي الوصفه ديالنا على هذا الشكل، كيكون هذا هو القوام ديالها اللي محتاجين. المهم لا قوام سائل ولا هو ثقيل، قوام ممكن اننا نعملوه على البشره ديالنا وصافي. اول شيء دابا ندوزو للطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه. هذه ماشي بحال الطريقه اللي كنت عملت لكم ديال الصابون البلدي، هذه طريقتها مختلفه شويه. اول شيء غدخلي الحمام او دخلي الدوش ديالك، راه تعملي الصابون ديالك او الصابون البلدي او الصابون المغربي، راني واعدتكم انني ان شاء الله غادي نعمل لكم الصابون البلدي. اللي حب الطريقه يقولها لي في التعليقات، يقول لنا صايب لينا الصابون البلدي باش الا كانت واحد النسبه اللي هي كثيره حابين انهم يعرفوا الطريقه ديالتهم صايبها لكم ان شاء الله. تعملوا الصابون البلدي ديالكم او الصابون العادي ديالكم، تعملوا على البشره ديالكم بالكامل، من بعد شلوا البشره ديالكم وتعملوا الليفه المغربيه او الخرقه ديالنا كما كنقولوا حنايا، تفركوا الجسم ديالكم وتحيدوا جميع الخلايا الميته ديالكم، تغسلوا الشعر ديالكم، تنظفوا حالتكم كامله. من بعد اخر شيء البنات، اخر شيء اخر شيء ملي تبغي تخرجوا من الحمام تقريبا واحد 15 دقيقه او 20 دقيقه الاخيره، توضعوا هذه الوصفه هذه، يعني هاد الوصفه هذه كنوضعوها ان شاء الله في الاخير ديال الدوش ديالنا. غادي نوضعوا هاد الوصفه هذه على الجسم ديالنا بالكامل دون استثناء، ممكن انكم تعملوها للعنق ديالكم وحتى للبشره ديالكم، ولكن حذار يا البنات بالنسبه للناس للبشره ديالهم حساسه، راني في جميع الوصفات كنقولها لكم اللي البشره ديالها حساسه ما تستعملش الحامض او الليمون، ممكن انها تستغنى عليه بتاتا، ولكن للبشره ديالها عاديه ممكن استعمال الحامض لانه ما عنده حتى شي ضرر، لاننا عملنا فيه في هذه الكميه بالكامل عملنا فيها غير 3 معالق صغارين ماشي شي حاجه. نعملوا هذه الوصفه هذه على الجسم ديالنا بالكامل، نخليوها 20 دقيقه او 15 دقيقه على حسب الاستحمال ديالكم او الانتظار ديالكم. من بعد نشلوا الجسم ديالنا ونديروا الصابون ونخرجوا بحالاتنا. هذا هي الطريقه المثاليه اللي هي جد رائعه اللي كنعمل انا بهذه الوصفه هذه، لانها غير ماشي بحال الحنه، ماشي بحال وصفه الحنه اللي كنت عملت لكم مؤخرا، هذه طريقتها مختلفه. هي فعلا جد رائعه البنات، من اول استعمال غادي تشوفوا واحد النظره اللي هي جد رائعه، وغادي تدعوا ليا وغتقولوا لي في التعليقات انها جابت معكم نتيجه اللي هي رائعه ومبهره على ضمانتي ان شاء الله.
الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم اكيد اللي كتفرحني، ونتمنى ان من الفيديو انهم تحملوا على مواقع التواصل. جزاكم الله كل خير انكم تحملوا على الواتساب او الفيسبوك اي موقع تواصل ممكن انكم تحملوه الفيديو او تحملوه على الاهل والاحباب ديالكم اللي تعم الفائدة فقط. وهذه الحلقة تاع اليوم نكون نتمنى ان نكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة في امان الله.